غير التدريبات كمان يا اليو؟ وي جو كويزين تو لي جور. ايوه انا بعمل اكل كل يوم مع اصحابي بيجوا يزوروني. انا ما عنديش اسرتي قاعده معايا ففي اصدقاء قعدوا معايا في البيت عشان يسلوني وانا بطبخ معاهم. بنعمل اكل مع بعض حتى بنقعد على بلاي ستيشن في وقت الفراغ بنسمع موسيقى بنحاول نملى وقتنا نسمع قران وبنحاول نصلي وبندعي ربنا كتير الفتره دي عشان الفيروس يخرج بسلام من البلد ونرجع تاني بنشاطنا. وربنا العظيم هو القادر ان الفيروس ده يعني ينتهي. احنا مش خايفين احنا مؤمنين. احنا بنصلي كتير لربنا وبندعي له عشان ربنا يعدي الامور دي على خير. فكرت ترجع السنة